شي سنة وشهرين الله طعمني محمد بدون أطراف لا أدين ولا أجرين، الحمد لله رب العالمين. هاي طعمة رب العالمين، لا اعتراض على حكمه، بس إنه وضعه صعب بالخيمة. بده دائما إنه المروحة شغالة، لا تطفي لا ليل ولا نهار. هو يشوب كثير ويعذب لمن هيك يقلب، هو يقلب على بطنه لا يمشي، يعذب بالحجار. أحيانا ألاقيه برا، وعندي زوجي مصاب، عندي إصابتين بإجري، ما يقدر يأمن لنا حياة إنه اللي نحن بدنا إياها مثل دار صبة، بس إنه مشان ولدي إنه يقدر يروح هيك لما يقلب. هو وضع صعب كثير يعني، بس انه نحط على القاع لا، بده يصير يبكي، بده حد يضل شايله ياخذه يجيبه يلاعبه، بس نحط على القاع بده يصير يبكي لانه يضج، مو انه مثل هالاطفال يعني. هو مثلا الحزب عمره لازم انه يكون اول مشيته. وعندنا مشكله بالحفوضات والحليب، الحليب غالي والحفوضات غاليات، وما نقدر نأمنهن على طول.